طيب يبقى انا عندي نقول تاني هاخد النيرفس سيستم، الجهاز العصبي بيتكون من ايه؟ 3 حاجات. ايه هما؟ برين، مخ، سباينال كورد، قبل الشوكي. طب وايه تاني؟ ايه اللي طالع بقى من هنا ومن السباينال كورد؟ كده 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 من هنا 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 هنا. مين ده؟ اعصاب، نيرفز، نيرفز اعصاب، نيرفز أعصاب، تمام؟ نيرفز يعني ايه؟ نيرفز أعصاب، تمام؟ طيب تعالوا بقى نبص، يلا يا شباب. هنا قال لي ان السنس اللي هي الحواس work together، هيشتغلوا مع بعض مع مين؟ مع النيرفس سيستم. ركز بقى كده، ركز معايا، ركز معايا، ركز معايا. ها بص يا شباب، دلوقتي في عصب لمناخيرك، في نيرف لمناخيرك، في نيرف لعينك، في نيرف لبقك. كل بص اي حتة انت حاسس بيها واي حتة تتحرك، هوضح حاضر يا عمر، واي حتة في جسمك لازم بيكون متوصل لها ايه؟ نيرف عصب، تمام؟ طيب دلوقتي اسمها ايه؟ ثانية هقول لكم اسمها، اعتقد اسمها سارة احمد. هقول لكم ثانية، سارة ثانية. الشباب بيقفلوا الكاميرا. اعتقد هي دي ولا ايه؟ اه طيب بص يا شباب، دي كانت بنوتة اهي، تمام؟ عادي اهي زي القمر، تمام؟ للأسف خدت طلقة، طلقات في عند مخها، تمام؟ هي ما ماتتش ولا اي حاجة، ولكن ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ تعالى اوريكم بقى، تعالى اوريكم ايه هي دلوقتي ما بتشوفش ليه. بصوا بقى، بس انا عايزه اجيب لكم صوره واضحه ليها لحظه، اعتقد معظمكم شافوها يعني. اه اسمها صوره. بصوا اهي، اولا العين دي عندها اتصفت خالص ومبقتش موجوده، والعين دي موجوده. طب يا دكتور ليه بتقولي اتعمت خالص؟ ليه بتقولي اتعمت خالص؟ طب ما هي عينها دي مفتوحه اهي، تمام؟ عينها دي مفتوحه اهي. لا، ما هي عينها دي النرف بتاعها باظ. يعني بصوا مثلا، انا عايز اجيب لكم صوره ليها، عينيها قريبه. عايزاها فاتحه عينيها، مش يعني بصوا هتلاقي في الصوره دي مثلا، بصوا هتلاقوا العين دي مفتوحه. ايه؟ العين دي مفتوحه، ولكن النرف بتاع عينيها، عصب عينيها مش موجود. نفس الكلام عند في كورونا، تمام؟ طيب الكورونا فجأة ألاقي نفسي ما بشمش ولا بدوق، ليه؟ فين السنس بتاع التيست؟ فين السنس بتاع السميل؟ دخل فيروس كورونا، أثر على النرف، أثر على العصب اللي بيخليني ما بشمش أو باكل. يبقى السنس ورك توجذر، بتشتغل مع بعض مع مين كمان؟ النيرفس سيستم. لازم يشتغلوا مع النيرفس سيستم. ليه؟ to gather. يعني ايه gather؟ اكتب عندك، يجمع. يعني ايه information؟ معلومات from the environment. بمعنى اصح دلوقتي انا في ريحة حريقة بشمها، صح؟ مخي بيقول اه خلي بالك في حريقة، في معلومة ان في حريقة موجودة. انا لو ما بشمش، ودي حصلت مع بابايا، كان عنده كورونا وبيكوي اللبس، المكوى عماله تطلع ريحه جامده انها تتحرق، هو مش شامم، فماما شمه وهو كمان بيكوي، ما خدش باله ان هي حرفيا جزء كده تحت ايده بتتحرق، بدات تطلع نار وهو مش شامم، هو مش شامم، واللون بتاع النار كان طالع لون محمر كده شويه، ما كانش باين زي الايه، اللهم صل على سيدنا محمد،
زي يعني هي ما خدتش باله ان هي نار، فماما جري بسرعه فحاسب المكوه بتتحرق، وانت ازاي مش شاممها؟ تمام. فلازم السنس يشتغل مع ايه؟ مع النيرفس سيستم. لازم الحواس تبدا تقول المخ، يا مخ انا بديك معلومه اهو، في حاجه جايه، تقول لها اه ده في حريقه، اه ده في حاجه وحشه، اه سد مناخيرك، اه ده ريحه حلوه، اه ده طعم حلو قوي، الله انت شايف حاجه حلوه، افتي انت شايف حاجه وحشه. اوكي واضحه؟ تمام. لسه هنفهم الكلام ده عموما، بس انا ايه بقى هبهد لكم كده. يبقى gather يعني ايه؟ يجمع، يجمع information من ال environment، من البيئة اللي حواليه. طيب تاني حاجة بيقول لي ان المامز، يعني ايه مامز؟ ثدييات، يعني الحاجات اللي بترضع. مين احنا؟ الهيومن، الاليفانت، الفيل. الفيل ما بيبيضش. عمرك سمعت عن بيض الفيلة؟ عمرك سمعتها؟ طب الدوج، هل سمعت الدوج بيبيض؟ الدوج بيولد صح وبيرضعوا. يبقى الهيومن والاليفانت والدوج عندهم، كلنا عموما كل المامز عدا طبعا الحيوانات اللي هي ايه بيضوا كده، برضو عندنا قريب يعني حاجات قريبه مننا برضو ايه، نفس الاستراكشر بتاع الايه النيرفس سيستم. طيب النيرفس سيستم بقى كده بيتكون من ايه؟ ثلاث حاجات قلناهم: برين، سباينال كورد، نيرف. برين، سباينال كورد، نيرف. قالوا يا شباب، قالوا كده. يعني يلا نشوف تاني كلمات يا شباب بتاعت العربي، لو انا اللي انا ترجمتها لو ما لقيتهاش بعتت صباح النكد، صباح الفل ماشي، صباح الفل بالليل، صباح الخير بالليل، هنزعل هنزعل ونجيب ناس تزعل. اوكي طيب اوكي ايه بي دي اف يا معلم انت كده، لحظة واحدة لحظة واحدة نيرفس سيستم. بص بقى اهو، تمام اهو نجيبه لكم كده اهو. بص بقى كده، دي اوضح اهي، ادي البرين المخ نازل منه عمود تقيل كده كبير اسمه سباينال كورد، طالع طالع منه ايه نيرف تاني اهو اهو نيرفز اهو، برين سباينال كورد نيرف. بص بقى الصورة دي اهو، ادي البرين داخل جوه العمود الفقري اللي سباينال كورد، وطالع اعصاب اهي الايه النيرفز ماشي. اقول لكم مثلا في كذا نيرف، تمام، في 12 بير من النيرف، يعني في يعني يعتبر ايه اسمه النيرف الاولاني الاول والتاني والتالت والرابع، في حاجه مثلا اللي هو العصب مثلا ايه العصب السابع ماشي. تعال نبص مثلا لو حد حصل له مشكله في نيرف تبع الوش، بص بقى كده بيحصل بالظبط كده بالظبط اهو كده، بتلاقي نص الوش نص الوش حصل له كده، تمام اهو. حبيت ايه اوري لكم مثلا ايه حاجه اهي، طيب ايه مثلا اهو، يعني دي اهو وشها اهو بقت كده اهو، دي وشها بقى كده تمام خلاص. يبقى خدت بالك اهميه النيرف، وخلي بالك مش هيقدر ايه اهو، ده مثلا الراجل ده اهو شايف نص وشه ده عامل ازاي، تمام. طيب خلاص انا بحب ايه اوريكم بزياده، تمام، عشان ايه نفتح مخكم كده يا دكاتره كده يا دكاتره، يلا دكاتره ماشي. يبقى انا عندي كده برين سباينال كورد نيرف، برين اهو سباينال كورد نيرف، هكررهم تاني برين سباينال كورد نيرف. طب ايه البرين هيقول لي ايه؟ ده البرين ده is connected to spinal cord، متوصل بالسباينال كورد، مش ده متوصل بده، البرين اهو المخ اهو متوصل بالسباينال كورد اه، يبقى it is connected to spinal cord. طب ايه الفانكشن بتاعته؟ يعني ايه الفانكشن يا عالية؟ فين عالية؟ يعني ايه فانكشن؟ وظيفة وظيفة، برافو، ايوه كده احب احفظ الكلمات، برافو. فانكشن يعني وظيفة، وظيفته ايه؟ ركز معايا،
It is the main control center in the body. يعني ايه the main؟ الرئيسي، control، متحكم، center، مركز التحكم الرئيسي في الجسم. مركز التحكم الرئيسي في الجسم. من الآخر، ما عندكش مخ، مفيش حياة أصلا. يعني لو في بيبي اتولد من غير مخه مش هيموت، مش هيعيش اصلا، مش صباح الفل يتولد كده ويروح على الايه، ندفنه على طول. مفيش مخ، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش اورجن هيشتغل من غير مخ. تمام. يبقى مين ذا مين كنترول سنتر ان ذا بادي؟ يعني ايه كنترول؟ مش بتقول ريموت كنترول يعني بتحكم في التلفزيون؟ طب مين اللي بيتحكم في الجسم كله؟ البرين. تمام. يبقى البرين is connected to spinal cord، الفانكشن بتاعته main control center in the body. تمام. طيب حد عنده مشكلة في البرين؟ حد عنده مشكلة في البرين؟ حد عنده مشكلة في البرين؟ قولي يا مريم. على الله اسأل ولا اي حد بيجاوب. مين في فتحها تاني؟ اهو اهو شفتوا. اهو تاني، اقولها تاني على الله، اقولها تاني وحد ما يجاوبهاش ليه؟ اول ما اقول هسأل اسمعني تشرحيها تاني على طول على طول تاني اخر مرة. ركز. البرين المخ ماله؟ is connected to. يعني ايه connected to يا مريم؟ تعالي يا مريم، تعالي تعالي، افتح افتح. يعني ايه؟ يعني ايه connected to؟ يعني ايه يا لولو؟ تعمل على ايه ايه ايه؟ قولي تاني. connected to عارفاها ولا مش عارفاها؟ تواصلنا. يتصل بي. اه انت، انا فاتحه الشات. صباح الفل. اصلا كل اللي بتقوله يتواصل معي دي غلط. شفتي شفتي غشيتي المكان غلط. يتصل بي. البريم بيتصل بايه؟ البهوات اللي كاتبين يتواصل معها دي، اساس ان في حد كاتبها صح. يا اذكياء. كونكتد تو يتصل بايه؟ مرتبط بايه؟ ماسك في ايه؟ ماسك في السباينال كورد. مش عارفين المعنى قولولي. connected to يتصل بيه، ماسك فيه، ماسك في مين؟ في السباينال كورد. خلاص ادي اول نقطة حبايبي. خلاص. طيب قولي يا عمر اتفضل. ميس ممكن تشرح الحتة دي؟ اني واحدة اللي انا لسه ما رحتلهاش. أيوه هو مش انا لسه ما رحت لهاش، ولا انت عايز نتشل اتشل؟ لسه ما رحت لهاش يا حبيبي. قولي يا معاذ. هنخلص امتى؟ ايه هنخلص امتى؟ ايه ده احمد اسامه؟ ما انا بسالكش يا حبيبي عشان انت لسه جديد. أنا معاذ، ده سؤال بنسأله يا معاذ؟ ده سؤال بنسأله في الحصة؟ ده سؤال يرضيك؟ ما بنرضاش. تعالى يا أحمد، افتح المايك يا أحمد، دوس يس. أوكي أهلا بيك. أنا عشان أنت أول مرة فمرضتش أرخم عليك. طيب طيب قلنا ال nervous system consists of ايه؟ تقفلش المايك. تمام. ال nervous system consists of ايه؟ ممكن تعيدي تاني لو سمحت؟ بس لو ال سمحت. nervous system، ال nervous system الجهاز العصبي consists of ايه؟ بيتكون من ايه؟ طب ما انت لسه جديد اهو، ما انا مش راضي اسألك عشان انت لسه جديد، لسه داخل. ماشي. بيتكون من البرين والسبينال كورد والنيرف. خلاص.
انا مش راضيه اسالك النهارده عشان انت لسه ما دخلتش في المود ولسه اول مره. خلاص طيب اوكي، يبقى الفانكشن بتاعت البرين ان هو كونكتد تو سباينال كورد، والفانكشن بتاعته ايه؟ ان هو مين كنترول سنتر ان ذا بودي، يعني ايه؟ مركز التحكم الرئيسي. مركز التحكم الرئيسي. الصوت تمام يا شباب؟ تمام. طيب حلو قوي ماشي. السباينال كورد، تمام. السباينال كورد بقى ماله؟ امسح الخط ده. السباينال كورد ده بيج نيرف، نيرف كبير. فينه؟ ران، بيجري فين؟ في الباك بون. قلنا يعني ايه باك بون؟ العمود الفقري. يبقى big nerve that run through the backbone مين؟ ال big nerve. طيب جبنا big nerve كده، جبنا نيرف كبير كده تخين بعد البرين، ادي البرين اهو، ونزلنا منه big nerve، طلعنا منه smaller and smaller nerve، smaller and smaller nerve، nerve صغنن، nerve صغنن اهو، عاملين ايه؟ نطلع nerve. يبقى ال spinal cord big nerve runs through the backbone. It is branched. يعني ايه branched؟ يتفرع. into smaller and smaller nerve. تمام؟ طيب ال function بتاعته ايه؟ وظيفته ايه ال spinal cord؟ بص بقى دلوقتي انا ها هجيب حاجة من ايدي، تمام، حاجة لمست ايدي تمشي في النيرف بتاع ايدي، تروح للسباينال كورد، السباينال كورد يوديها للبرين. طب البرين هيقول لي شيلي ايدك، فالبرين يبعت للسباينال كورد، السباينال كورد يبعت لايدي. طب انا في حاجة هنا هخبطها كورة، هيبقى ها يبقى رجل، او كورة خبطت رجلي، يبقى من رجلي للسباينال كورد للبرين، من رجلي تقول رجلي المخ يقول لي ايه؟ شوط الكورة. فمن مخي للسباينال كورد الرجلي. يبقى السباينال كورد ده ايه؟ تحس ان هو ايه؟ الموصل، صح، بيوصل من هنا لهنا. يبقى it carry messages، بياخد الرسالة من البرين للبادي بارت، من المخ للجسم، والعكس صحيح and vice versa. اكتب والعكس صحيح and vice versa، والعكس صحيح. اوكي، يبقى السباينال كورد بيعمل ايه؟ carry message from brain to body part and vice versa. يعني ايه والعكس صحيح؟ يعني بدل ما يقول لي carry from brain to body part and from body part to brain، اختصرها لك قال لك and vice versa. واضحة؟ يبقى البرين connected to spinal cord، يبقى هو المين كنترول سنتر ان ذا بادي. السباينال كورد ده بيج نيرف جوه الباك بون، وبيتقسم لسمولر اند سمولر نيرف. الفانكشن بتاعته كاري مسجز فروم برين تو ذا بادي بارت اند فايس فيرسا. طب النيرفز بقى ار ديستريبيوتد، او ديستريبيوتد يعني ايه؟ ها تتوزع، موجودة منتشرة فين؟ ثرو اوت ذا بادي، في كل الجسم. بتوصل السنس اورجانز والبادي بارتس بالبرين، بتوصل كل اعضاء الجسم بايه؟ بالمخ. يبقى النيرف از ديستريبيوتد throughout the body and control ايه؟ ها control sorry and connect the sense organ and the body parts to the brain. طيب النيرف مالها؟ وظيفتها ايه؟ carry messages، بتشيل الرسائل او الاشارات من المخ to spinal cord and the other part of the body. ده هنكمله تاني، هنشرح المرة الجاية، عشان كده هيبقى تقيل عليكو. خلاص خلصنا الحصة كده النهاردة خالص، عايزاكم تذاكروها كويس قوي. هقول تاني عشان النت قطع، سامعني ولا ايه؟ تمام سامعني كده احسن؟ شباب سامعني؟ شباب شباب سامعني؟
تمام. الو، ايه يا شباب؟ ايوه يا شباب، I'm sorry النت فصل، I'm sorry. تمام، انا كنت بقول لكم ان النيرفز فين؟ تعبي هفتح اهو، سامعيني كده؟ تمام، كنت بقول لكم ان النيرفز ان شاء الله باذن الله هنكملها اكتر المره الجايه، عشان صعبه، هتبقى صعبه عليكم دلوقتي اكمل الكلام. ذاكروا بس لحد السباينال كورد، وان احنا نعرف بس ان احنا عندنا النيرفس سيستم عند متكون من 3 برين وسباينال كورد ونيرفز، تمام. وان شاء الله نكمل المره الجايه على خير. احفظوا الدرس كويس وابعتوا لي الكلمات بالعربي وبالانجلش علشان نشوف. لا خلاص كده خلصنا، تمام. اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557، تنسوش تبعتوا لي على الواتساب عشان دخلتكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي، تمام، عشان باذن الله كله يبقى تمام معاكم. تنسوش تبعتوا لي الكلمات، تبعتوا لي الهوم ورك بتاع الدروس اللي فاتت كله، يعني الدروس اللي فاتت كلها المفروض تتحل، اظنش ان عندكم فيها مشكله. اهم حاجه يبعت لي كله ان شاء الله عشان هراجع كل ما بعتش الهوم ورك. اوكي، و تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، تكتب كومنت لو الفيديو عجبك، ان شاء الله باذن الله يبقى كله تمام. شكرا، باي باي.